السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 5 الأخيرة من قصة هاروت وماروت وآيات السحر في سورة البقرة. بعدما عاد ودل الشيطان على صندوق سيدنا سليمان تحت عرشه، والذي كان به طلاسم السحر وكتب السحر، فكل من أراد أن يتعلم السحر يذهب إلى بابل. وانتشر السحر في ذلك الوقت بين الناس، ويأتي إلى هاروت وماروت ليتعلم منهما السحر، وعلى أساس أنهما يعلمان السحر ويشرحوه للناس حتى يفرقوا بين سحر الشياطين ومعجزات الأنبياء. قبل ذلك يخبران الناس، أو يخبر من يريد أن يتعلم السحر، أن هذا فتنة حتى يفرق بين سحر وعمل الشياطين وبين معجزة الأنبياء فبعد إصرار الناس، أو بعد إصرار من يريد أن يتعلم السحر على تعلمه، يكفر ثم يخبرانه بالذهاب لمكان معين ليلتقي بالشيطان. فيقول جمهور المفسرين أنه يخرج من جسده ضوء للسماء، ويدخل في جسده شيء يشبه الدخان. الآية نفتكرها مع بعض تاني من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أشهر أنواع السحر اللي هو سحر الصرف وسحر العطف. سحر الصرف هو أن ترى زوجها على شكل قبيح، إما في صورة قرد أو ماعز عزكم الله أو كلب عزكم الله، يعني أو الزوج يرى زوجته على شكل قبيح في هذه الأشكال قرد أو ماعز. أما سحر العطف بأن يتعلق الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجته لدرجة كرههما لأهلهما، وينتشر في جسدهما المرض. نيجي بقى للربط القرآني في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد في سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر النفاق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات اللي هي النساء الساحرات، ينفخن يعني في العقد بعد أن يعقدها في الخيط. النفس والنفخ بلا ريق، العقد وهي ما يعقده الساحر على وتر أو خيط أو أي شيء آخر، يعني خيط مثلا مثل ذلك، وشعر مثلا ينفس بعد أن يسووا هذه العقد فيه، ينفس بلا ريق فيهما، ويقصد بهما النفاثات في العقد. إن شاء الله بإذن الله نعرف ما حدث بعد ذلك في بابل من السحر بعد هاروت وماروت. أفيدونا بتعليقاتكم لو حابين تعرفوا ما حدث بعد ذلك. لا تنسونا متابعة، لايك، شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.